أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على سكان قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني في يومها 13 بعد المئة، والتي راح ضحيتها وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية نحو 26,257 شهيدا و 64,797 مصابا، منهم 310 شهداء و 194 مصابا خلال 18 مجزرة ارتكبها الكيان الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية، بتجاهل واضح من قادة الكيان لقرارات محكمة العدل الدولية. قرار لم تنتظر كثيرا الجزائر لتستعجل المجتمع الدولي وتضعه أمام مسؤولياته الأخلاقية بدعوتها عقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة قرارات محكمة العدل الدولية والخروج بصيغة تعطي قوة لقرارات محكمة العدل الدولية. في الأثناء تواصل المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع قوات الكيان الصهيوني في محاور عدة من قطاع غزة، وتواصل أيضا مع ذلك تسيير معركتها الإعلامية بكل اقتدار عبر بثها فيديوهات جديدة للأسرى الذين بحوزتها. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، وأيضا أرحب بضيفاي في هذه التغطية، كل من الدكتور نهاد أبو غوش المحلل والمختص في الشأن الصهيوني الذي يلتحق بنا من رام الله. أهلا بك دكتور نهاد. أهلا بكم، تحياتي لكم. أهلا. وكذلك دكتور علي الأعور المحلل والخبير في الشأن الصهيوني والذي يلتحق بنا من القدس المحتلة. أهلا بك دكتور علي. أهلا بكم، تحياتي لك وتحياتي إلى صديقي الدكتور نهاد، تحياتي إلى الشعب الجزائري، تحياتي لكم. يعني أهلا. اليوم الأجواء في العاصمة القدس باردة جدا والأمطار غزيرة ودرجة الحرارة وصلت إلى الصفر. إن شاء الله تكون دافئة على الشعب الفلسطيني والغزيين تحديدا. أهلنا في غزة. نعم. ربما البداية بالمستجد، والمستجد أبدأ بالدكتور نهاد أبو غوش. دكتور نهاد، غداة إصدار المحكمة الدولية لقراراتها لتدابيرها الأولية، نسميه ما شئنا، الكيان الصهيوني يواصل مجازره في حق الشعب الفلسطيني، ما هي الرسالة التي يريد أن يبعث بها قادة الكيان للعالم من خلال مواصلتهم لجرائمهم في حق الشعب الفلسطيني؟ مساء الخير، ومرة أخرى تحية لكم وتحية للدكتور الأعور. الحقيقة أن الحكومة الصهيونية المتطرفة استبقت القرار وقبل أن يصدر، حتى كانت قد أعربت عن رفضها لأي قرار يمكن أن يحد من يعني حربها، حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، أو يكبلها أو يحجم مثلا ما تقوم به من جرائم. هي تتصرف منذ عقود طويلة بأنها دولة فوق القانون، ولا شيء يمنعها ولا شيء يردعها، وأنها فوق المحاسبة وأنها ستنجو في كل مرة من المحاسبة. ولذلك سخر القادة الإسرائيليون من هذا القرار، بل إنهم أيضا هاجموا جنوب أفريقيا واعتبروها امتدادا أو يعني حليفا، اعتبروها منظمة إرهابية دولة جنوب أفريقيا، هي والأمم المتحدة وحركة حماس والشعب الفلسطيني. ولذلك يعني كان واضحا أنهم لا يلتفتون إلى هذا القرار، كما دائما هم يستهزئون بكل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لكن هذه صورة خارجية. الحقيقة ربما أن القادة الذين يتحدثون بهذه اللغة يخاطبون
جمهورهم الانتخابي وكأنهم في بازار للمزاودة المتبادلة بينهم وبين أطراف اليمين الصهيوني الأخرى. لكن في نهاية المطاف بلا شك أن دولة الاحتلال مصدومة من هذا القرار، ومصدومة أكثر من فكرة كونها تحت الرقابة والمحاسبة. أصلاً محكمة أو دعني أقول اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها نشأت أصلاً بعد الهولوكوست وبسبب الهولوكوست، وبالتالي إسرائيل تعتبر عن نفسها أنها الضحية الوحيدة بهذا الكون، ولذلك كأن هذه المعاهدة لم تكن تتوقع على الإطلاق أن تكون هي المتهمة في ارتكاب جرائم الإبادة، ولذلك هي تصر على احتكار دور الضحية وتعتبر أن معاناة الآخرين ومأساة البشر ليس لها علاقة بمثل هذا الاتفاقية ولا بحتى ولا يمكن أن تقترب من مستوى الهولوكوست الذي تعرض له حسب رأيهم اليهود وحدهم، مع أنه كلنا يعلم أن نحو 30 مليون إنسان قتلوا بالحرب العالمية الثانية، منهم 20 مليون مواطن من مواطني الاتحاد السوفيتي السابق. ولذلك يعني هم يعني نددوا بجنوب أفريقيا، نددوا بالقانون الدولي، نددوا بكل من يحاول أن يحد من حريتهم في إبادة الشعب الفلسطيني. دكتورة نعم، أعتقد أنهم سوف يندمون كثيرا لأنهم باتوا تحت مجهر المراقبة والمحاسبة. هذا الذي والمسائلة. عفوا دكتور نهاد، دعني أتوجه بسؤالي لدكتور علي الأعور. دكتور علي الأعور ضيفنا من رام الله يقول أن الكيان وقادته تحديدا هم تحت الصدمة، وهم لا يتقبلون أنهم تحت فكرة أنهم تحت المجهر. دكتور علي الأعور، هل يمكن أن يوصل هؤلاء القادة جرائمهم وتعنتهم وعدم التفاتهم لقرارات محكمة العدل الدولية، وإلى متى يمكن أن يمكنهم ذلك؟ نعم أخي عبد الكريم، يعني أولا علينا أن ننظر، إسرائيل ذهبت إلى محكمة لاهاي الدولية، ذهبت إلى محكمة العدل الدولية، وهذا كان واضح، وبعثت فريق من رجال القانون الإسرائيليين ورئيس محكمة العدل العليا السابق أهارون باراك، وذهبوا إلى محكمة العدل الدولية ولم يتخلفوا عن هذا المشهد الدولي بناء على الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا. ولكن دعني أقدم لك وللمشاهدين الكرام ما هي ردود الفعل الإسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية. أولا، إسرائيل مرتاحة جدا والحمد لله من قرار محكمة العدل الدولية. مسؤولين إسرائيليين قالوا إن القرار جيد ولمصلحة إسرائيل. مسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم أهارون باراك رئيس الوفد الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية يوم أمس لصحيفة يدعوت أحرنوت قال إن قرار محكمة العدل الدولية يختلف كلياً عما طلبت به جنوب أفريقيا. هذا ملخص قرار محكمة العدل الدولية من الإسرائيليين أنفسهم. أما البروباغندا نتنياهو وبن غفير ومسؤولين في حزب الليكود وما إلى ذلك، دعنا من هذا التصريحات التي تهدف ربما إلى إثارة العالم وإثارة أمريكا والعالم كله أنه إسرائيل هي الضحية. لا، الجمهور الإسرائيلي مرتاح جدا، الإعلام الإسرائيلي مرتاح جدا للقرار، ومسؤولين سياسيين قالوا إن القرار جيد لإسرائيل. ولكن إذا ما سألتني عن طبيعة هذا القرار فأنني أقول لك بكل صراحة وبقراءة متأنية، القرار لصالح إسرائيل ويمنح إسرائيل الشرعية الكاملة لمواصلة القتال والحرب على أهلنا في غزة وارتكاب المزيد من المذابح والمجازر. وإنني من هنا وعبر قناتكم الموقرة فإنني أنصح كل محلل فلسطيني ممن خرجوا على الفضائيات العربية والأجنبية ورحبوا بالقرار، أقول لهم إن القرار ظالم وجائر بحق الشعب الفلسطيني، وإذا كنتم تخافون على الدعم الذي يأتيكم من منظمات الـ NGOs فعليكم ألا تتحدثوا باسم الشعب الفلسطيني. دكتور علي الأعور، تحدثوا بأنفسكم. دكتور علي الأعور، عفوا على المقاطعة، ولكن حركة حماس بدورها رحبت بقرار المحكمة، كيف تفسر ذلك؟ أخي الكريم، نعم أنا فلسطيني وعندي الثوابت الوطنية فإنني فلسطيني، ولكن كباحث ومختص وأستاذ للنزاعات الإقليمية والدولية وجزء منها بيتعلق بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة،
فإنني أقدم قراءة لهذا القرار. نعم. قراءة متأنية لهذا القرار. حماس رحبت بالقرار من ناحية دبلوماسية، علاقات دولية، علاقات إقليمية. حماس أيضا هي حركة جماهيرية، هي حركة سياسية، وليست هي كتاب القسام وحده، وهي تتعامل بلغة السياسة مع الدول والجوار والمحيط ودول العالم كله. مفهوم. وحتى وصلت الفكرة، والكل رحب. وصلت. ولكن إذا كنت تسألني، نعم، هل القرار هو في صالح الشعب الفلسطيني، لصالح أهلنا في غزة؟ أقول لك أن اليوم إسرائيل ارتكبت مجازر بحق شعبنا. لماذا محكمة العدل الدولية لم تجرؤ ولم تطلب وقف إطلاق النار؟ يا أخي يا عبد الكريم، نعم، خلينا نقرأ. سيد علي العور، آسف مرة، لا أريد أن يكون هذا الحوار من شيء من فيه شيء من الجدال، ولكن لتبادل الأفكار فقط. ولكن أيضا هذا القرار هو قرار أو تدابير أولية، ولا يمكن أن نقول أنها تدابير نهائية وقرارات نهائية للمحكمة. ولكن دعني دكتور علي الأعور أنتقل إلى دكتوري، إلى ضيفي نهاد أبو غوش، بخصوص الخطوة التي اتخذتها الجزائر بدعوتها لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة قرارات محكمة العدل الدولية، وحسب ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أيضا إعطائه قوة تنفيذية إن صح التعبير. أولا نهاد أبو غوش، كيف قرأتم هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر؟ يعني اسمح لي، يعني أولا يعني أنا أريد أن ألفت انتباه أنه جميع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رحبت بالقرار واعتبرته قرارا تاريخيا. أيضا لجنة التنسيق الفلسطينية لمناهضة الأبرتايد وجرائم الإبادة، التي تضم لجنة مناهضة الأبرتايد في منظمة التحرير، لجنة مناهضة الأبرتايد في المجلس الوطني الفلسطيني، والمنظمة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، وشبكة المنظمات الحقوقية الفلسطينية، كلهم أشادوا بهذه الخطوة التاريخية، بالإضافة إلى معظم القوى السياسية. صحيح أن القرار لم ينص صراحة على وقف إطلاق النار، لكنه دعا إلى اتخاذ تدابير تمنع ارتكاب جرائم الإبادة. وأصلا هي الفكرة، الإنجاز الأساسي، أن المحكمة قبلت الدعوة بتهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، بسبب يعني اعتبرتها دعوة معقولة لتوفر أدلة كافية، نعم، تشير إلى مسؤولية إسرائيل في جرائم الإبادة. يعني هناك كثير من الجوانب الإيجابية في القرار لا يمكن إغفالها، مع أنه هناك في جانبين سلبيين أيضا لا بد من ذكرهما، وهما عدم النص على موقف الوقف الفوري لإطلاق النار، وهذا ما قالته وزيرة خارجية جنوب أفريقيا صراحة، مثلها مثل يعني الفلسطينيين. وأيضا هناك بند يخص الأسرى الإسرائيليين، حيث دعت إلى الإفراج عنهم، ولم تشهد إطلاقا إلى وجود آلاف الأسرى الفلسطينيين. القرار بحاجة إلى متابعة. هذا القرار ليس بديلا عن كل أشكال النضال الوطني الفلسطيني الأخرى، السياسي والدبلوماسي والجماهيري والمقاوم والصمود وأشكال المناصرة. بالتالي لا يمكن لنا أن نتوقع من مثل هذه المحكمة أن تنوب عن الشعب الفلسطيني وعن كل أدوات النضال الأخرى في تحقيق الحق الفلسطيني. هذه منصة دولية، هذه جبهة للصراع والنضال، هي جبهة القانون الدولي، وهناك جبهات أخرى من بينها المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها أيضا أدوات القانون الدولي الأخرى، ومن بينها محافل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى النضال السياسي والجماهيري والمظاهرات. دكتور نهاد أبو غوش، عفوا، نعم، عن المقاطعة، وماذا عن رفع قرارات المحكمة، نعم، كما أسلفت لمجلس الأمن؟ أنا سأتي إلى ذلك. أقول أن تفعيل هذا القرار بحاجة إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وفور صدور القرار أوعز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمندوب الجزائر في الأمم المتحدة بطرح هذا الموضوع في مجلس الأمن. وهذا الطرح سوف بالتأكيد يجابه بمعارضة من أصدقاء إسرائيل وحماتها، بالأخص من الإدارة الأمريكية، لكنه سينقل القضية إلى مستوى جديد على قاعدة هذا القرار الذي أسس لمطالبة المجتمع الدولي بوضع تدابير. ما معنى وضع تدابير؟ أي اتخاذ خطوات واضحة ملزمة بمنع إسرائيل من مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، أو القيام بأي خطوات من شأنها ارتكاب جرائم إبادة. وهذا أيضا يرتب على الأطراف الثالثة من دول تمد إسرائيل بالسلاح أو تمدها بأي شكل من أشكال الدعم، ويمنعها من فعل ذلك، لأنها ستصبح شريكة في جرائم الإبادة. وبالتالي هذه الخطوة هي ترجمة عملية أولى
لتنفيذ هذا القرار الذي يحتاج تنفيذه إلى سلسلة من الخطوات وإلى مزيد من المجابهة والصراع والنضال الفلسطيني والعربي والإنساني الدولي لترجمته إلى حيز التنفيذ. كلنا يعلم في نهاية المطاف أن هذه المحكمة الدولية تتعرض لضغوط هائلة من الدول التي أفرزت هؤلاء القضاء، سواء ضغط على الهيئة المحكمة نفسها أم ضغط على القضاء كأفراد. بعض القضاة يقاومون هذه الضغوط وينتصرون لضمائرهم وسيرتهم المهنية، وبعضهم لا يصمدون كما فعلت القاضية الأوغندية التي تبرأت منها دولتها. ولذلك أنا أقول أن المشوار ما زال طويلا، ربما أن القرار بصيغته الراهنة التي سمعناها أحبط المتحمسين والمتفائلين، لكن في نهاية المطاف هذه معركة طويلة، وهذه للمرة الأولى التي تصبح فيها كل أعمال إسرائيل هي تحت المراقبة وتجر فيها إسرائيل إلى مؤسسات القانون الدولي لكي تحاسب وتحاكم بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة، وهذه خطوة تاريخية لا يمكن التقليل من شأنها. نعم دكتور علي الأعور، اليوم هو اليوم 113 من بداية هذه الحرب الهمجية على قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني. المقاومة واضح أنها تدير هذه الحرب باقتدار بشهادة الجميع. في رأيك ونحن في اليوم 113، متى يقتنع هذا الكيان اللا طائل من حربه في مسألة القضاء على المقاومة الفلسطينية؟ نعم، يعني دعنا نتوجه إلى غزة ونبتعد كثيرا عن لاهاي، وإن شاء الله نبقى في غزة. أنا بتقديري أن المعطيات على الأرض في قطاع غزة، وأصبحت الكلمة للميدان، بالأمس أعلن كتاب القسام بأنها تمكنت من قتل وجرح أكثر من 10 جنود بين جندي وضابط إسرائيلي في كمين في منطقة المغازي، وهذا يعكس بأن المقاومة تسيطر على الأرض. المقاومة ما زالت تسيطر على الأرض. وول ستريت جورنال الأمريكية، هيئة البث الإسرائيلية، مجلس الحرب الإسرائيلي أكد بأن حركة حماس ما زالت تملك أكثر من 70% من قدراتها العسكرية لمقاومة الجيش الإسرائيلي، وهيئة البث قالت بأنها تمتلك أسلحة لشهور عديدة. إذن الجمهور الإسرائيلي والمستوى السياسي في إسرائيل وحتى المستوى الأمني في إسرائيل هم مقتنعون تماما أن أهداف نتنياهو انتهت، ولم يتبقى هناك أهداف في قطاع غزة من أجل استمرار هذه الحرب، ولكن واضح تماما أن الهدف هو الحفاظ. نتنياهو يريد أن يحافظ على مصالحه السياسية ويحافظ على مصالحه الشخصية السياسية في استمرار هذه الحرب، وبالتالي يريد ربما إطالة زمن الحرب حتى ينجو من المحاكمة وباللجان التحقيق. والشهر القادم هناك 4 جلسات لنتنياهو ومتهم بثلاث قضايا: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبالتالي نتنياهو يعمل على إطالة الحرب. ولكن الجمهور الإسرائيلي وحتى شركاء نتنياهو في مجلس الحرب أصبحت لديهم قناعة تامة بأن الحرب قد انتهت عمليا على الأرض، واستمرارها هو على الأقل يؤدي إلى المزيد من قتل الجنود والضباط الإسرائيليين. وحتى البيت الأبيض يوم أمس جون كيربي الناطق باسم مستشار الأمن القومي صرح بأن هناك ضغوط أمريكية على إسرائيل، وأن إسرائيل خففت من القصف الجوي على المدنيين، وأنها بمرحلة جديدة واستراتيجية جديدة من حيث إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي. وبالتالي كل الأنظار تتجه إلى أوروبا، من حيث اجتماع رباعي يضم رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات الإسرائيلية أيضا ديفيد برنيا، مع رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. إذن هذا هو الاجتماع. أنا بتقديري هناك اتفاق سياسي الآن، صفقة تبادل أسرى قريبة جدا، ولكنها في النهاية تشمل ربما شروط حركة حماس، وتشمل أيضا المطالب الإسرائيلية بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وعودتهم أحياء إلى تل أبيب، ممن تبقوا أحياء بعودتهم علي الأعور. دكتور علي الأعور، تنقلني إلى ملف الأسرى. أمس كانت كتائب عز الدين القسام نشرت فيديوهات لعدد من الأسيرات، هن 3 أسيرات، هن مجندات أيضا بحوزة حركة المقاومة الإسلامية حماس. الفيديوهات في الحقيقة تم بثها بجودة عالية وبمحتوى أيضا قوي. سؤالي لدكتور نهاد أبو غوش، ما أهمية مواصلة المقاومة الفلسطينية لبث مثل هذه
الفيديوهات وأيضا توقيتها، خصوصا على ضوء ما ذكر ضيفنا من القدس المحتلة من اجتماعات لرئيس المخابرات الأمريكية واجتماعات كثيرة في المنطقة بخصوص هذا الملف؟ يعني لا شك أن موضوع الأسرى بشكل عام يضغط على أعصاب المجتمع الإسرائيلي حكومة ومعارضة وجمهور ومؤسسات وكل يعني أطراف الكيان الإسرائيلي. بالعكس أنه هذا كان سببا لنشوء حركة الاحتجاج المعارضة للحكومة، والتي بدأت كحركة مطلبية تطالب بإيلاء قضية الأسرى الأهمية القصوى المطلوبة، لكنها مع رؤية إهمال نتنياهو وتنكره لموضوع الأسرى وتفضيله مصالحه الشخصية وأهدافه الخاصة والشخصية على حساب الأسرى وعلى حساب الجنود، اتسعت هذه الحركة لتتحول إلى حركة معارضة سياسية تطالب بإسقاط الحكومة. ولذلك هذا الموضوع هو الموضوع الأكثر حساسية الآن في داخل إسرائيل، ليس فقط بسبب 130 أو 136 أسيرا، بل لأنه يمس القاعدة الأخلاقية والقيمية يعني بين المزدوجين التي بني عليها الجيش الإسرائيلي. هم يدعون أن هذا الجيش سيبقى مسؤولا عن أفراده وعناصره مهما حصل معهم، سواء قتلوا أو أسروا أو تعرضوا أو جرحوا أو مهما حصل عليهم، الجيش والدولة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إعادتهم. وها هي تراهم مأسورين يتعرضون لليوم المئة، يعني الشريط سجل في اليوم السابع بعد المئة، وحكومتهم لا تأبه بهم وتدعي أنها فقط بالضغط سوف تؤدي إلى الإفراج عنهم، بينما كل محاولات العسكرية والعنيفة للإفراج عنهم باءت بالإخفاق والفشل. جاء هذا نشر هذا الشريط متزامنا مع الكشف عن مقتل 3 أسرى آخرين بالسم بسبب استنشاقهم غازات مميتة ناشئة عن القنابل الإسرائيلية التي ألقيت على الأنفاق، وتزامن أيضا مع مذكرة وعريضة مهمة جدا وقعها نحو 45 شخصية عامة من بينهم رؤساء أركان الجيش الإسرائيلي سابقين وقادة فرق وقادة أذرع أمنية مثل الموساد والشباك ومجموعة من كبار الشخصيات الاعتبارية من حملة جائزة نوبل، كلهم يتهمون نتنياهو بأن يديه ملطختان بدماء الإسرائيليين في 7 أكتوبر وبدماء الأسرى. هذا ترافق أيضا مع جولة ويليام بيرنز رئيس المخابرات الأمريكية، وبالتالي باتت حكومة نتنياهو متهمة من قبل جمهورها بأنها تتنكر للأسرى وتخوض حربا بلا أي يعني أفق ولا أهداف واضحة ولا أهداف متفق عليها، فقط لأن نتنياهو يرى أن هذه الحرب هي وسيلته للحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي والبقاء في الحكم. وبالتالي جاء بث هذه الأشرطة ليعزز الاتهامات لنتنياهو وليقول أن هذه الحكومة وقيادتها مهملة تجاه الأسرى ومهملة تجاه الجمهور أيضا وتجاه الأهالي وتجاه القيم التي ادعت أنها تتمسك بها. وبالتالي كانت خطوة ذكية من المقاومة بأن خطوة ذكية نعم، وهو ليس الأول من نوعه على كل حال. خطوة ذكية، آسف دكتور نهاد أبو هوش، خطوة ذكية دكتور علي الأعور، هي قضية الفيديوهات واستمرار أيضا الرشقات الصاروخية من المقاومة الفلسطينية. في رأيك هل ستطيح أو سيطيح هذين الورقتين، أي ورقة الصواريخ والأسرى بنتنياهو، عاجلا أم آجلا؟ نعم بالتأكيد ورقة الأسرى هي تمثل ورقة ضغط أولى وأخيرة على نتنياهو. المعطيات على الأرض مهمة جدا، وما تقدمه كتاب القسام من فيديوهات وحرب نفسية وحرب إعلامية لتثبت وجودها على الأرض، نعم هذه أيضا معركة مهمة جدا، ولكن الورقة الضاغطة الوحيدة هي قضية الأسرى الإسرائيليين، 136 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس هي التي تمثل قضية الرأي العام ومحور النقاش في إسرائيل، وكل المظاهرات التي خرجت في تل أبيب في شارع كابلان في ديزنغوف في شارع أيالون الذي تم إغلاقه، حتى في قيصاريا منزل نتنياهو وفي القدس الغربية مقر إقامة نتنياهو. إذا نتحدث عن حراك اجتماعي في هذا الفضاء السياسي والاجتماعي في داخل إسرائيل،
وعندما نتحدث عن الفضاء نقصد أن كل النخب الأكاديمية والعسكرية والأمنية ومنهم متقاعدين ومنهم رؤساء أركان ورئيس الموساد السابق يوسف كوهن، ونتحدث عن داني حالوس وحتى أيزنكوت وهو عضو في مجلس الحرب يطالب بصفقة تبادل أسرى مهما كان الثمن. حتى بيني غانتس قدم خطوتين وقال يجب إعادة الأسرى الإسرائيليين، لأن إعادتهم تمثل مصدر قوة للمجتمع الإسرائيلي ومشاركتهم في البناء والتنمية، وبالتالي أنا بتقديري هو يقصد وقف إطلاق النار. إذا نحن أمام صفقة تبادل أسرى مهمة جدا، هذه الورقة هي التي سوف تجبر نتنياهو على تقديم استقالته والبدء بحملة انتخابية جديدة أو حتى إعلان انتخابات مبكرة في الحرب، لأنه نتنياهو يعلم جيداً جزيلا أنه لا يستطيع أحد أن يقوله. آسف دكتور علي الأعور، آسف جدا علي الأعور، وقت البرنامج داهمنا. شكرا جزيلا لك دكتور علي الأعور المحلل والخبير في الشأن الصهيوني، كنت معنا من القدس المحتلة. وأيضا الشكر موصول للدكتور نهاد أبو غوش المختص في الشأن الصهيوني من رام الله، وأنتم لكم أيضا الشكر موصول مشاهدينا الكرام. وتغطيتنا للحرب الهمجية على قطاع غزة مستمرة.